بسم الله الرحمن الرحيم. الجزئية دي يا شباب هي أفكار أنا انتقدتها من كتاب ماي فريند. كل جملة هيكون فيها فكرة مختلفة عن التانية. الكتاب ده طبعا هو كتاب 85 امتحان. أول جملة: But the president was not by several members of the staff. طيب الرئيس إيه بعدد من أعضاء الهيئة اللي معاه؟ أول حاجة كده كلمة amended معناها تحسن. attended هنا بقى دي مربط الفرس. attend زي ما اتفقنا قبل كده معناها يحضر، يحضر اجتماع، يحضر مؤتمر، أو يحضر في مدرسة يعني، وكمان معناها يرافق. فالجمله معناها بالعربي كده: الرئيس رافقه او رفق بواسطة عدد من اعضاء الهيئه. comprehend يعني يفهم، واكستند يعني يوسع. what is a claim؟ ايه الكليم؟ ايه الادعاء؟ تعال ما نشوف بس الاول كده افهمك حاجه عشان القصه دي مهمه. اولا عايزك تعرف الاتي: اكتب لك جملتين اتنين وعايزين نعرف الفرق بينهم عشان هو ده الفكره اللي في الموضوع. لو انت قلت لي I have a mobile على سبيل المثال، دي جمله. الجمله الثانيه: Students depend mostly on mobiles to learn. دول جملتين اتنين. الجملة الأولانية دي اللي هي I have a mobile دي بنسميها statement. statement يعني ايه statement؟ يعني جملة إقرارية. أنت بتقول أنا معايا موبايل، حلو، ألف مبروك، مش محتاج تثبت لي. لكن لو أنت قلت لي الطلاب بيعتمدوا على الموبايلات عشان يتعلموا، انت محتاج بعد كده انك تثبت الكلام ده، فتقول ان في دراسه اتعملت سنه 1990 اثبتت ان الطلبه كانوا بيسقطوا الاول فبداوا ينجحوا، وفي 2008 ما اعرفش عملوا ايه كده، وفي 2020 عملوا كذا، فاهم؟ فانت هنا محتاج تثبت لي الكلام ده، لان ده كلام اسمه ادعاء، اسمه كليم. يبقى الفرق بين الاثنين دول انك لو قلت لي انا باكل لحمه، اهلا وسهلا، دي ستيتمنت. طب لو انت قلت لي الناس اللي بياكلوا لحمه بيصابوا بامراض، فانت محتاج تثبت لي الكلام ده. الجمله الاولانيه اسمها ستيتمنت، الثانيه اسمها كليم. طيب يبقى الكليم ده عباره عن ايه بقى؟ تعال نشوف اختيارات. الكليم ده يا ترى عباره عن فولس ستيتمنت، يعني عن قول او عباره خاطئه؟ طبعا لا، انت قلت لي الناس بيعتمدوا على كذا فهتثبت لي الكلام ده، يبقى الكلام ده صح وزي الفل. طيب اترو ستيتمنت صحيحه؟ لا، هي لم يثبت صحتها، انت لسه هتثبت بنفسك. ريزونبل مبرر، اكيد الاجابه كده رقم دي اللي هي ان ارجوبل ستيتمنت، يعني هي عباره عن قول انت بتقوله ومحتاجين نتناقش فيه وتثبته لنا. طيب الجمله الثانيه زي برضو ما تقول مثلا الموبايل، الطلبه بيعتمد على الموبايل عشان ينجحوا في مدارسهم، ده ارجوبل، انت اثبته لي بقى. الجمله الثالثه بيقول لك ار يو شور يو وونت تو باي ذس كار، هل انت متاكد انك تريد ان تشتري هذه السياره؟ تعال نشوف بس معاني الكلمات الاول. ديكلاراتيف دي اللي هي جمله تصريحيه اللي فيها التصريح يعني. الامبيراتيف دي اللي هي جمله الامر. طب انتروجاتيف دي معناها جمله السؤال الاستفهاميه يعني. اكسكلاماتوري اللي معناها جمله التعجبيه. طب انت لما تقول لي هل انت متاكد انك تريد ان تشتري هذه السياره؟ ده سؤال، بانه سؤال يبقى استفهامي، استفهامي يبقى نستخدم هنا مين؟ انتروجاتيف رقم 3. As a rule كقانون يا باشا I don't go to the office on Sundays، ما بروحش يوم الاحد المدرسه دي او المكتب خالص، يبقى انت بتعمل ايه كده؟ ده اسمه generalization يعني تعميم. لما تقول انا ما باكلش لحم يوم الجمعه تعميم، عموم، عامه. طبعا cause وreason سبب وافكت تاثير. طيب الجمله اللي بعدها بيقول لك these guys هؤلاء الشباب are dangerous، العيال دي خطر. هنا بقى بقول لك نفس اختيارات رقم 3 اللي هي دي، هل دي ديكلاراتيف ولا امبيراتيف، يعني هل دي تصريح ولا امر ولا استفهام ولا تعجبيه؟ هؤلاء الاولاد لا يذهبون الى المدرسه، يبقى ده تصريح، يبقى اسمها ديكلاراتيف. وبدل ديكلاراتيف على فكره ممكن نستخدم كلمه ستيتمنت بتدي نفس المعنى. طيب ان اس في، في السي في، when you mention things you enjoy doing، لما تقول لي الحاجات اللي انت بتستمتع بالقيام بها، انت كده بتتكلم عن انجازاتك ولا مهاراتك ولا كونتاكتس معارفك ولا انترستس اهتماماتك، بحب اعمل كذا وما بحبش اعمل كذا، دي اهتمامات. صحح الجمله دي، الجمله اللي هي فين؟ اللي هي family is an unit of society. انت اكيد لقطت الغلط وادركته. الغلط هنا كلمه ان، ازاي نقول ان يونت؟ المفروض ان نقول ا يونت. طيب لان احنا متفقين قبل كده اصلا ان نقول لك ا يونت، a university، a useful thing، لكن بنقول an underground، بنقول an umbrella. وقلت لك لو انت عايز حاجه تسهل لك اليو دي لو نطقتها بقرف اعرف انك عايز قبلها an، انت بتقول underground umbrella، لكن دي رومانسيه ازاي؟ انت بتقولي an a unit، unit university، university، وهكذا. طيب تعالى بقى نترجم كده ونشوف. اول واحده بقول لك this family is a unit of society، دي معناها ان الاسره هي نواه المجتمع الوحيده، يعني مفيش مثلا مسجد ومفيش كنيسه، مفيش حاجه ثانيه، فده غلط.
طيب family is a unit of society. الأسرة هي نواة من النواة يعني الموجودة في المجتمع. دي رقم بي مظبوطة. طب التالتة family is unit من غير أوان باظت. The family is unit of society. الراجل حط لك the family وبعدين قال لك unit من غير أوان فده غلط. طب ايه من دول belong to present؟ ركز بقى، قرب لك present continuous و plural يعني جمع كمان. طيب احنا هنشوف الجمع الاول نحدده، وي وزي دول جمع، لكن شي مفرد وشي مفرد لا دي وي شي مفرد هنشيلها الوحيده ونسيب الباقي. طيب انت قلت لي جمع مش مفرد، ركز في الكلام ده عشان الكلام ده مهم. انت قلت لي جمع اول واحده معايا هنا في الاختيارات وي ار رايتنج ا ليتر، ده مضارع مستمر، الراجل عايز بريزنت كونتينوس، يبقى دي رقم واحد مظبوطه. طب زي وير؟ لا وير يبقى ده ماضي، لو هو كان قال لك باست كنا فكرنا فيها. طيب از دي مضارع بس هنا شي يعني سينجولر يعني مفرد. طب وي وير؟ وير اي نعم دي بلورال بس ديت باست مش بريزنت. اذا نختار الاجابه كده الاولى وي ار ويتنج او رايتنج ا ليتر، دي اول واحده. تسعه بقى بيقول لك ات از ايرلي تو نوت ذا لونج تيرم كونسيكونسز اوف ذا تو كانتريز يونين، بيقول لك بدري جدا ان احنا نعمل ايه في نتائج الوحده اللي كانت بين الدول. تعال نشوف كده. اول واحده كده انسيست بيجي بعدها حرف اليار اون، انسيست اون يعني يصر او يصمم على، وممكن نجيب بعدها ذات وبعدين جمله سليمه فعلها مصدر. طيب اسس يعني يقيم، ودي اكيد الاجابه صح. بدري جدا ان احنا نقيم نتائج المحادثات اللي بين الدول. طبعا ديبريس دي يعني يظلم من ديبريشن ومعناها يعني يكتئب، وريسس اللي هو الكساد الاقتصادي وكده. واي نوت هيم؟ هنا بقى عايزك تفهم حاجه، لو انت عايز تقول لي في جملة مثلا انت عايز تعترض مثلا ان احنا نشتري مثلا مية، ما دام عندنا مية في البيت، فتقول لي why buy water؟ دي معناها هو احنا ليه نشتري مية؟ لما تيجي مثلا تقول لي why go home now؟ واحنا ليه نروح دلوقتي يا جدعان ما لسه بدري؟ فدي بتقولها عشان تعبر عن رفضك لفكرة معينة. طب دي رقم واحد. في بقى حالات اداة اي اداة استفهام بتجيب بعدها تو والفعل في المصدر، دي على سبيل المثال اقول لك هاو تو جو تو سكول، كيف لي ان اذهب للمدرسه؟ وات تو ايت، ماذا ينبغي ان اكل؟ وهكذا يعني. ارجع بقى لجملتنا، انت بتقول لي واي نوت هيم اف يو كان فيزيت هيم ات هوم، هو انت ليه تكلمه في التليفون ما دام انت ممكن تزوره يعني؟ يبقى واي والمصدر يبقى واي كول هيم. بعد كده تو تيل مي هاو تو والمصدر زي ما قلنا هاو تو كول ماي فريند، اخبرني كيف يجب ان اتصل او كيف استطيع ان اتصل بصديقي. لاحظ ان دي نقطه لان ده مش سؤال، ده جمله خبريه. الجمله اللي بعدها تو جيف ايكوفالنس، ايكوفالنس من ايكوفالنت متساوي، عشان تعمل تساوي يعني. احنا بنستخدم ايه؟ ان اذر ووردز بعباره اخرى كونسيكونتلي معناها وفقا لذلك او لذلك يعني، اوينج تو بسبب، وديسبايت برغم. انت عايز تعمل تساوي يعني انت قلت حاجه فتقولها تاني بطريقه تانيه، فده تساوي الكلام، مفيش جديد مفيش تجديد في الموضوع، يبقى ان اذر ووردز. لكن consequence دي بنستخدمها عشان نبين الريزلت، و owing to بستخدمها عشان ابين الريزن، و despite عشان ابين الكونتراست التناقض. طيب I overslept and was late for work، انا نمت وراحت عليا نومه واتاخرت على الشغل. فالراجل يقول له يود ايه يا ترى؟ قبل ما احل تعالى اما افهمك قصه كده الاول. عايز تعرف ان في فرق بين had better وبين would rather غير التركيبات يعني في الاستخدام. had better بعدها المصدر ومفيش احتمال غير كده، لكن would rather بعدها المصدر، او ممكن نجيب فاعل وبعد كده فعل ماضي بسيط او تام على حسب المعنى مضارع او كده. طيب الفكره الاهم من ده كله انك بتستخدم had better دي في حاله الادفايس النصيحه، بننصح واحد نصيحه، لكن بنستخدم would rather دي بمعنى prefer، بمعنى انك تقول I not leave now. يا ترى هتقول I had better ولا I would rather؟ لا هتقول I would rather، ولا هتقول انا انصح نفسي ان انا غادر، لكن بتقول I او you not leave now، انك انت تمشي دلوقتي، فاكيد انا كده بنصحك، فهقول لك you had better. You had better. وبما ان احنا دخلنا في عيلة بترات يعني، فعايزك تاخد بالك ان في حاجة اسمها be better اللي it is better و are better والحاجات دي بستخدمها في suggestion الاقتراح. بمعنى اقول لك you had better leave، انا كده بنصحك، لكن لو انا قلت لك it is better for you to leave دي كده مش نصيحة، دي كده suggestion اقتراح.
ارجع لجملتك اللي انت بتحل فيها كده. الراجل بيقول لك ايه بقى هنا؟ يو ايه يا ترى؟ لو انت قلت يا ماستر لو انت استخدمت يو هاد بيتر تو، دي اصلا مش موجوده في الانجليزي، يبقى يو would rather والمصدر افكر فيها، بيتر والمصدر افكر فيها، يو would rather وماضي دي مش موجوده الا اذا كان في فعل في النص. فانا تفكيري هنا يو would rather ويو would better. بيتر دي في النصيحه وبراذر دي في التفضيل، وانت الراجل انت بتقول له انت افضل لك، يبقى انت بتنصح يو هاد بيتر هاف. خد بالك ان دي لما ناخد بيتر يبقى دي هاد، لما ناخد راذر يبقى دي وود. ان وات از جيفن نيم اوف ا بيرسون اور ا بليس اور ا ثينج، شرحناها مره قبل كده بس هنقولها تاني على عجاله سريعه. هو ايه الفرق بين الكومن ناون والبروبر ناون؟ الفرق بينهم في الاتي، ان الكومن ناون هنكتب هنا كومن وهنا البروبر. الكومن دي اسم الفئه، لكن دي المثال عليها، او بطريقه ثانيه دي اسم الفئه لكن دي اسم محدد سبيسيفيك نيم، بمعنى انك لما تقول لي بوي ده بروبر نيم، طب لما تقول علي ده بروبر نيم، لما تيجي مثلا تقول لي سيري مدينه ده كومن نيم، طب لما تقول لي كايرو ده بروبر نيم. لاحظ ان الكومن نيم ما بيجيش كابيتال الا لو جه في اول الجمله، لكن ده دايما بيكون كابيتال. حلو، فلما يجي بقى في جمله يقول لك هو الاسم اللي بنديه للشخص والمكان والشيء، يبقى ده اسمه الكومن نيم على طول. ارجع كده تاني كده هنا is a give is a given name of a person a place or a thing، يبقى ده كومن نيم. طب اللي بعد امال ايه كولكتيف نيم؟ كولكتيف نيم اللي هي الاسماء اللي ليها مفرد وجمع، او اللي بتعتبر مفرد وجمع زي كلمه تيم فاميلي الناس دي. طب ايه ماتيريال؟ ماتيريال نيم لو اسم الماده الخام زي ايرون وسيلفر والناس دي. ذا مينينج ان ذا مورنينج ات از بيست تو جيت اب ايرلي، في الصباح من الافضل ان تستيقظ مبكرا. الجزء اللي تحته خط اللي انا عملته بارز ده، هل يا ترى ده فريز ولا كلوز؟ ولا ده مش صفه ومش ظرف. حلو، تعال نشوف بس الفرق بين الفريز والكلوز كده سريعا عشان مطلوبين ومحتاجين نعرفهم. الاول كده نبدا بالفريز. الفريز دي عباره عن فقره ملهاش معنى، يعني بلا معنى، بمعنى ان لك مثلا ان ذا مورنينج في الصباح، فهمت انت حاجه كده؟ لا، لكن لما انت تقول لي اي ايت ان ذا مورنينج بقى ليها معنى، دي كده اسمها فريز، ده رقم واحد. طيب الحاجه الثانيه كلوز بقى. كلوز دي في منها نوعين، في منها دي بن دنت وان دي بن دنت، ومن اسمهم كده ديبندنت معناها بتعتمد على حد تاني يبين معناها، لكن اندبندنت معناها ما بتعتمدش على حد. طيب الديبندنت عباره عن، اكتبها لك تحت، بس قبل ما اكتب لك الملحوظه اللي عايزك تكتبها لك تحت دي، عايزك تعرف ان دي فيها فاعل وفعل، ودي برضه فيها فاعل وفعل، يعني من حيث المعنى كده تحسهم جمل كامله زي الفل. بس المشكله في الاتي، انك لما تيجي في جمله مثلا تقول لي سهى سليبت، سهى نامت، انت كده فهمت معنى والمعنى جميل زي الفل، يبقى ده اسمه اندبندنت، ان دي بندنت اللي هو مستقل، يعني مش عايز حد يكمل معاه معنى. لكن لما تيجي مثلا بتكملها له وتقول لي بيكوز شي ووز تايرد، لانها كانت متعبه، لو انت جيت تشرح معايا هتلاقي في فاعل وفعل مكملات، بس دي اسمها ديبندنت. ليه؟ عشان دي بتعتمد على جمله ثانيه عشان يطلع معناها. حلو؟ طيب لما اجي مثلا في جمله اقول لك شي ليفت ذا ميتنج بيكوز شي ووز ابسيت، لانها كانت منزعجه، ادي شي ليفت وادي بيكوز شي ووز ابسيت. الراجل بيقول لك حدد لي مين في دول ديبندنت ومين في دول اندبندنت. الجزئيه دي كده هي اللي اسمها ديبندنت، الجزئيه دي كده اسمها ان دي بندنت. طب ما تيجي نشوف جملتنا كده. الراجل في الجمله بيقول لك it is best to get up early، في الجمله اللي قدامنا دي بيقول لك in the morning في الصباح it's best to get up early، من الافضل او من الجيد ان تستيقظ مبكرا. لو انا حددتها وقلت لك بس كده اتس بيست تو جيت اب ايرلي، فهمت معنى ولا ما فهمتش؟ اه فهمت، يبقى دي اسمها كلوز. طيب ليه مش فريز؟ عشان الفريز ملهاش معنى، فريز عباره عن كلمه كلام جنب بعضه كده ما فيهوش معنى، زي مثلا اقول لك ان ذا مورنينج باي كار وهكذا. في الاكسبوزيتوري اساي انت دايما بتقدم اوبينيون، لا ده في الراي، ديسكريبشن ده في الوصف،
طيب تيلز حكايات وقصص، ده ممكن في الناريتيف، لكن انت في الاكسبوزيتوري بتقدم حقائق. She had a lot of trouble, not a suitable job. تعال اما اقول لك على فكرة. She had trouble ing. She finds it difficult to will master. وشي finds difficulty والفعل مضاف لاي ان جي. خد مثال كده. She had trouble reading stories. She finds it difficult to read stories. She finds difficulty reading stories. الكل دول صح. طيب انا في الجمله بقى الراجل مديني حته الترابل دي، يبقى she had a lot of trouble finding الفعل مضاف لاي ان جي. The graphic designer او كده كانت في حاجه هنا is an effective a in the field of exploration. هو عايز يقول لك ان الرسومات الجرافيك دي هي اداه فعاله في كذا. اداه يعني تول، بالمناسبه كلمه تول معناها اداه المسمار والشاكوش والحاجات بتاعت النجار دي، ومعناها اداه يعني انك عايز تقول مثلا التعليم اداه لتقدم الشعوب، تستخدم كلمه تول دي. طيب اللي بعد كده to introduce detailed information عشان تقدم معلومات مفصله او تدي امثله، بنستخدم ايه؟ كلمه mainly معناها عموما او بشكل عام، due to معناها بسبب، كلمه namely معناها بمعنى وتروح قايل الكلام متفصل. طيب كلمة نيملي أو تو ساي بنفس المعنى، معناهم بمعنى بستخدمه عشان أديك تفاصيل. زير فور اللي معناها لذلك، طبعا دي زي كلمة سو. The words are difficult، الكلمات دي صعبة، ممكن أنت تعملي فيهم إيه عشان هم صعبين؟ كونكلود معناها يختتم أو يستنبط، انتروديوس يقدم، لكن بارافريز معناها يعيد صياغة، يبقى هي بارافريز. طيب ديسكرايب فيربس، مين اللي بوصف الفعل؟ بص الأدجكتيف الصفة دي صفة بتتوصف، لكن اللي بوصف الفعل الادفيرب. زي ما تقول مثلا she speaks loudly، يعني هي بتتكلم بصوت عالي. she speaks loudly، لكن انت لما تقول مثلا in a badly managed مثلا، managed، ركز في دي كويس. انت عندك هنا يتحدث بصوت عال، فالظرف بيوصف الفعل. طيب والظرف ذات نفسه بيوصف الصفه. badly managed هو مدار ازاي؟ بشكل سيء، فانت وصفت الاداره بانها سيئه. طيب برضه لما تقول لي مثلا well educated، educated معناها متعلم جيدا، التعليم بتاعه ماله يا عم؟ جيد، فانت خدت الظرف عشان توصف الفعل. يبقى الظرف بيوصف الفعل وبيوصف الصفه. خلصنا 20 جمله دول، اتمنى ان هم يكونوا قدموا لك اي حاجه جديده في 15 دقيقه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.